هاي الجزائر صار لها شقد ما متبلطه؟ يمكن من 2003. من 2003 ما وصلكم تبليغ؟ من 2003 2004. يعني هي اليوم فرحه ها؟ يا فرحه، ابسط شيء هي هاي التبليغ، ابسط حقوق الواحد، مو صحيح؟ صح. تبليغ. شوف العالم شلون متجمعه وعندها عيد. اي والله. عمي واحد من الناس قال اذا اتبلط شارع بعطيه لوجه الله. لا والله. والله وداتك. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر تبلط الشارع. الحمد لله، زين. هذا الشارع يخدم المنطقه باي جانب؟ شلون؟ ثلاث شوارع مهمه ورئيسيه بحي الجزائر، اللي هو شارع المسمى مال محمود البنشرجي، ايه؟ وشارع الجامع، وشارع معمل البسكت، ذن الثلاثه مهمات بحي الجزائر. حلو. الحمد لله اليوم تبلط اخير شارع، كلنا تبلط ذنيت. هذا اخر شارع تبلط الحمد لله. موضوع المجاري التفاصيل الاخرى زينه؟ مديريه المجاري ماكونا. والله منتهية. بس احنا الحمد لله نشوف تبليط، يعني هم قالوا جاي نبلط بالشوارع وهذا اللي جاي نشوفه مشاهدي الكرام. صحيح. راح يخدم المنطقة. انت ايش عندك هنا؟ عندكم سيارات، يعني قصد سياراتكم، سياراتنا، اصحاب التكاتك كذاك وينه؟ زين. مدارس اكو على هذا الشارع؟ مدارس بشارع الجامع. زين، يعني هذا الشارع راح ينخدم بعد؟ لا لا، ينخدم وشارع استراتيجي. احنا ايش نريد منكم؟ هم تهتمون به؟ لا، هو شكو غيره؟ يعني مو تجون تخلون قصات هاي اللي جو دبلت كوم تراب؟ وانا اقول لك يا اصحاب التكاتك يجي مألف. آه. والله وشارع، يعني احنا نتأمل من البلدين يخلون هذا القصات البلاستيك اللي شوية تكون حضارية. تعال حجم، تعال. مال البلدية. اي، مال البلدية. يقدمون طلب رسمي. لا، يقدمون طلب رسمي ويسوونها. اي ان شاء الله. لا ان شاء الله. حتى نحافظ عليه. شلونك عمي؟ شلون صحة؟ وين بيتكم؟ نعم، هذا الفرع. انت هنا عندك محل؟ نعم. هذا الشارع راح يخدمكم؟ نعم. سولف لي. كل زين. لان سيارات فوت منا احنا. انتم دائما طلعون بالتلفزيون تقولون ماكو خدمات، ماكو تبليط. انا انقص صوت الناس. فاحنا قبل مده جينا المحموديه قالوا الشوارع ما جات تبلط كذا، فانا ايش سويت؟ رحت للبلديه، دقيت الباب، طلعت لنا مديره البلديه، يابا شنو عندكم شغل كذا؟ قالوا والله احنا جايين نبلط. يابا شو وقت تبلطون؟ قالوا بفلان يوم. لذلك انا اليوم جيت على الموعد. فسولف لي، اكو شغل؟ ان شاء الله. اكو شغل. الله. اكو شغل والله. لا بالعكس والله. يشتغلون. والله تعال لهنا سولف ويا الله. قانع بيها سته؟ والله انا مو مهندس. هذا الشارع هسه، انت مو مهندس بس شوف هذا الشارع، هاي مكانه. ما محدود. عمو ذنيك ثلاث ارباع عن كل ان شاء الله، ان الله وكيلك. روح شوف ذنيك شوارع. هذا شوف الوراق، هذا منظر المحموديه. تعال استاذ، انت حضرتك وين داب بلديه؟ بس تعال خل اسولف وياك. السلام عليكم. شلون حبيبي؟ شلون صح؟ على اعتبارك مهندس وهذا مجالكم. لا موظف. انا موظف. موظف. سولف لي، انه هسه الولد يجي اشكل يقول اكو شوارع مفلشه. لا بعد ما واصلها التبليط، لان عندك كشوفات احنا الهن وده موافقات شويه تتاخر بها. كلها تتبلط. هاي الحي الجزائر كلها راح يتبلط. حلو. اعداد كشوفات سوت. زين، هي هاي خدمتوها كمجاري، خدمتوها كمياه، بقت بس التبليط. امطار ومجاري مخدومه، بس التبليط بقى. المواطن شيء متعاون وياكم المواطن؟ والله هالشوف ايش حكى وياك، متعاونين هم كل زين، كلهم متعاونين ويانا المواطنين.